رجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين حكاياتنا وكلامنا في أسرار الحياة. فقرتنا دي فقرة مختلفة خالص عن أي فقرة أنا عملتها، وبصراحة الفقرة محببة لقلبي جدا، لأن هي بتتكلم عن براند حلو قوي، إيمان إتش، من البراندات المشهورة جدا اللي ليها مصداقية وخبرة في المجال. لما نيجي بقى نتكلم عن البراندات الأوروبية، واللي أنا طبعا عارفة إن في ناس كتيرة بتحب البراندات الأوروبية وبتكون أسعارها على قد إيدينا طبعا ومقارنة ببراندات تاني، فلازم نتكلم هنا عن المصداقية والخبرة. مش أي مكان تروحه وتشتري منه ويوهمك إن هو الخامات والماتيريال بتاعته كويسة وهتعيش معاك، ولا لازم يكون البراند اللي انت رايح تشتري منه الخامة يكون ليه مصداقية وخبرة، تشوف خاماته، تشوف الماتيريال، تشوف الريفيوهات اللي موجودة عن الخامات ديت. بدأت طبعا أنا من الناس الكبير الحلوة جدا اللي أنا بحب البراندات الأوروبية، بدأت إن أنا أعمل سيرش على مواقع التواصل الاجتماعي لغاية لما كده لقيت براند اسمه إيمان إتش. البراندات ديت فضلت متابعاها بقالي شهر ونص عشان أتواصل مع صاحبة البراند وأشوف هل في مصداقية ولا هو كلام على السوشيال ميديا. بدأت أتواصل معاها وأتواصل بالعملاء، بأمانة الخامة والماتيريال كويسة جدا. بعتت لي مجموعة صور عشان تتعرض على الشاشة، فأنا قلت لها لا أنا مش عايزة صور، أنا عايزة كمان إن حضرتك تجيبي معاكي ماتيريال بحيث الناس تشوف الطبيعة. فطبعا هي ما اعترضتش ولا أي حاجة لأن الخامات كويسة جدا. أنت بتاخد قطعة من البراند إيمان إتش بتاخدها حلوة قوي، بتعيش معاك، ما بتبقاش تقدر انت تشتري من حته تانية غير من عند ايمان اتش. معانا ومعاكم النهارده استاذه سمر الدهان، مؤسس براند ايمان اتش. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. فرحانه جدا ان انت معايا النهارده، وان احنا بنعرض منتجات كويسه بجد. انا حاسه ان هي فعلا تستحمل واي ظرف من الظروف. في البدايه تعرفينا بحضرتك اكتر. باختصار انا اسمي سمر الدهان، صاحبه محل ملابس ايمان اتش، ومكاني في مدينه بدر. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي يا حبيبتي. في البدايه قولي لي بدات المجال من امتى؟ من حوالي 3 سنين، بس طبعا قبلها كان في زي دراسه جدوى كده ان انا المشروع هبتدي ازاي، هبتدي فين طبعا، الميزانيه بتاعتي ايه، ابتديت ادرس السوق يعني كام بوينت كده اكيد طبعا، اكيد قبل ما ابدا عشان لما ادخل في المجال اعرف اكمل فيه. طيب قولي لي بقى ايه اللي بيميز شغل حضرتك عن غيرك؟ طيب اللي بيميز شغلي ان انا اول حاجه الكواليتي والتسعير. بالنسبه للكواليتي انت بتاخدي براندات عالميه معروفه، توكيلات عاليه، بتاخديها بسعر مناسب. يعني القطعه اللي انت بتاخديها من عندي لما بتيجي تجيبيها من التوكيل او من على السايت بتجيبيها بارقام عاليه جدا، يعني طبعا اقل سعر ليها مثلا بيكون 5000 وطالع. فلما بتاخدي القطعه من عندي ما بتاخدي يعني مش بتاخديها حتى بعشر ثمنها، يعني بتبقى سعر القطعه مثلا 300 400، دي رقم ولا حاجه بالنسبه للارقام لما بتبقى موجوده على السايت اللي احنا بنسمع عليها طبعا. طيب استاذه سمر، عايزه اعرف نوع بقى الملابس اللي حضرتك بتقدميها عندك في ايمان اتش. اوكي تمام. انا بشتغل في الاستوكات والسوبر كريم، وخليني اقول لك بقى الفرق بينهم. بالنسبه للاستوكات هو بيبقى فائض توكيلات وبراندات عالميه طبعا، كلها بتبقى جديده بالتيكت. في حاجه بره اسمها الديزاين، الديزاين اللي هو الموديل اللي بيتعرض على مدار السنه. لما بتبدا سنه جديده بيبدا الديزاين ده بيتغير ويعرضوا ديزاين تاني الاحدث. تمام. طيب بالنسبه للديزاين بتاع السنه اللي قبلها راح فين، بيبدا التوكيل بيلم كل الفائض بتاع الموديلات دي من الفروع ومن المخازن، وبيبدا يجمعها ويصدرها للدول، لبعض الدول العربيه زي مثلا دبي. هنا بيبدا دور المستورد اللي هو بيجي ياخد الشغل طبعا، بيفرزه وبيصنفه يعني بيفرز كل توكيل وبيسعره على حسب نوع البراند، وبيبدا ينزله لنا هنا لمصر ويبيعه بالكيلو طبعا. المركز هنا في بورسعيد. تمام. بالنسبه للاستوكات بتيجي يعني الايت، يعني انت بيبقى عندك القطعه فيها كذا ايتم، يعني ممكن
تلاقي كذا لون، تلاقي كذا مقاس. هو صحيح مش بيبقى الـ 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 الالوان كامله او المقاسات كامله، لان احنا قلنا اتفقنا ان هي فائض استيراد طبعا. فمثلا ممكن تيجي قطعه ميديوم، ممكن الميديوم تيجي ميديوم لارج، ممكن ما يبقاش فيه 2 اكس لارج، ممكن تيجي مثلا لونين، ممكن يعني الالوان مش بتبقى كامله زي الشغل اللي هو التصنيع اللي هو بيبقى بكل درجاته بكل الوانه. ده اكيد. في حاجه كمان، ان الموضه عندنا هنا في الملابس في الاستوكات بتبدا يعني متاخر شويه عن بره، يعني بره بيبداوا قبلها بسنه او سنتين، بيكون هنا لسه موضه السنه. تمام. بالنسبه للسوبر كريم، هو برضو ملابس جديده مش مستعمله، معظمها بالتيكت. هي صحيح يعني اسمها بالة، بس هي أرقى وأنضف أنواع البالة، لأنها مش بتبقى ملبوسة، مش بتبقى زي الشغل الشعبي مثلا اللي بيبقى في الوكالة، في الأماكن الشعبية أو الكلام ده. الكلام ده كله اسمه سحبة، إحنا ملناش علاقة بيه. إحنا شغلنا اسمه سوبر كريم. الشغل كله جديد بالتيكت. تمام. أنا فعلا ملاحظة إن الشغل فعلا بالتيكت بتاعه. تمام. طيب قولي لنا بقى الجمال والحلاوة اللي محطوطة دلوقتي عندي ما شاء الله، كلمينا عنها. طيب تمام. هنتكلم الاول، نقول الالوان اللي موده 2024. طبعا السنه اللي فاتت كانت الموضه الالوان، كانت الالوان الصارخه اللي هي الالوان زي الموفي، زي الاورانج، الكلام ده. رجعنا تاني للكلاسيكيات، وابتدت الموضه ترجع تاني للالوان اللي هي الاسود الابيض، او نمكس من الابيض والاسود، والالوان التروبيه زي البيج. الاحمر كمان طالع ترندي جدا. ده بقى وريه لنا كده، امسكيه وقولي لنا بقى ايه الجمال ده. ده فرو طبيعي. ده فرو طبيعي. لا تحفه. تمام. طبيعي. طبيعي. طبيعي 100%. ما هو ده بقى ميزة البراندات، انت لما بتاخدي حاجة بتاخديها اوريجينال 100%، يعني مستحيل يكون فيها هاي كواليتي، لان بره في اوروبا ما عندهمش حاجة اسمها ان احنا نعمل حاجة هاي كواليتي، في قوانين صارمة بتمنع الكلام ده. فهي انت بتبقي واثقة ان دي قطعة اوريجينال 100%. طبعا القطعة دي لما بتاخديها من على السايد بتاخديها بارقام مهوله طبعا، ارقام كبيره جدا. انا يعني بقدر اوفرها لك بسعر نوعا ما مناسب، يعني حتى مش عشر ثمنها. قطعه زي دي كده فرو طبيعي. تمام. تمام. طيب. وبرده ليها ناس كتير بيحبوها ومطلوبه عندي جدا، الفرو الطبيعي مطلوبه عندي طبعًا. جدا طبعا. هي بصي القطعه اصلا بتتكلم عن قيمة. نفسها. ما فيهاش كلام. قيمه جدا. في كمان غير الفرو الطبيعي، في الفرو الصناعي برده، ده حاجه. دي كمان فرو طبيعي على فكره. دي. طب استاذنك، احنا بس معانا مداخله تليفونيه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. مين؟ انا ممدوح. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ ممدوح، اخبارك ايه؟ الله يخليك، منورين الشاشه، منوره يا مدام سمر. ميرسي ميرسي. احنا بقى بص دخلت حضرتك بقى يعني كده بتحسسنا بالامان. انا عايزه بقى اعرف التجربه معاك كانت شكلها ايه؟ والله التجربه ممتازه جدا. اولا انا بشكر مدام سمر اللي هي عاملاها معانا والله، وبشكر حضرتك على التألق دوت، التألق الكبير جدا. احنا بنجي لها، احنا من سكان مصر الجديده على فكره. فما شاء الله احنا كنا بننزل نجيب من براندات، بس كنا بنجيب بارقام فلكيه. هي لسه بتقول والله. انا مش عارف ازاي الارقام الفلكيه دي، بس مدام سمر احنا قلنا لها مره انت بتخسري، قالت لي مش مهم ان احنا نخسر بس نكسب العملاء. طب حلو قوي. ربنا انا كنا بندوخ على ملابس الاطفال، هي مشهوره جدا بملابس الاطفال. مش عايز اقول لك يعني، والماتيريال بتاع الحاجه الله اكبر عليها، ربنا يبارك لها وزوج حضرتها. انت بتدوري على استقبال واللباقه في الكلام والمعامله، ممكن تخش محل تلاقي المعامله مش تمام. طبعا. ولا انا كلامي غلط؟ اكيد اكيد. بيجبروكي لو في اخر الدنيا تجيلهم بسبب اسلوبهم في الكلام معاكي. فالتجربه اللي انا جبتها، انا مره يعني بجيب لاولادي من عندها على طول خلاص. يعني انا معايا ولد وبنت، لبسي كله بقى من عندها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الواحد بيتباهى جنب ابنه وهو ماشي معاه. اكيد. يعني مش عايز اقول لك حاجه اكتر من كده يعني. بشكرة. وربنا يكرمهم ويوفقهم، واسلوبهم في التعامل مش عايز اقول لك يعني، شهادتي مجروحه. يعني انا شهادتي انا نفسي اكون قدام التلفزيون دلوقتي، بس انا مش قدام. اكيد الكل سامعك اصلا، الكل سامعك دلوقتي. لا انا كان نفسي اكون يعني اشوفها كده، لان اكيد يعني سامعك بتقول لها جايبه حاجات جامده.
اكيد ولون احمر ومش لون احمر، انت متابعنا بقى اليومين دول يعني. بشكرك يا استاذ ممدوح على المداخله الجميله دي. شكرا لذوق حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله ومن نجاح لنجاح. العفو. العفو يا فندم. العفو. طيب بصي بقى، انا عايزاكي برضو لون اللون الاسود ده برضو يعني شكله شيك جدا، تكلمينا عنه شويه. ده كده فرو صناعي. ده كده فرو صناعي تمام. طويل برضو ولا على فكره في ناس دي بقى بترجع لحته المصداقيه، ممكن يبيعه لك ويقول لك ان ده فرو طبيعي، بس هو مش فرو طبيعي لان هو بيبقى شكله قريب قوي من الفرو الطبيعي، بس ده فرو صناعي تمام. تمام برضو مطلوب وسعره بيبقى اقل كتير كتير جدا من الفرو الطبيعي اكيد مش يعني. كمان في حاجه حلوه ان انا معظم الناس اللي بتطلب من عندي الفرو بيطلبوا دايما الفرو الاسود. يعني اكتر لون مطلوب عندي الفرو الاسود. حلو قوي، شكله كمان شيك وحتى في لمعه كده مخليه جميل. هو قايم جدا بصراحه يعني. تمام تمام. برضو احنا يا جماعه والله انا مش عارفه، انا نفسي اعرض لكم جميع الحاجات صراحه، هي جايبه النهارده 1%، يعني قبل بقول لها لو جبت الحاجات اللي عندك احنا هنخرج بره الاستوديو وهتتحط. طيب استاذه سمر، قولي لي اكتر حاجه عليها الطلب عندك في الستور ايه؟ طيب لو هنتكلم عن الاونلاين اكتر حاجه مطلوبه الحريمي. وبالذات الفرو الطبيعي. تمام. مطلوب جدا معايا. لو هنتكلم عن المحل عندي اكتر حاجه مطلوبه الاطفالي. بالذات اللي هو السن من اول نيو بورن لغايه سن 5 سنين. ده بيبقى مطلوب جدا. طبعا عندي الاطفالي لغايه سن 15 سنه. بس ده اكتر سن بيطلب عندي. الاطفالي. تمام. طيب قولي لي بقى، احنا معانا مداخله. اسراء، الو اسراء. صباح الخير استاذه هند. صباح الورد عليك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. صباح الخير مدام سمر، منوره الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبتي. بصي بقى احنا النهارده معانا هقول ايه، وحش البراندات بصراحه، يعني يتقال عليها كده. يعني انا النهارده معجبه بالحاجه بتاعتها جدا جدا، لدرجه ان انا عايزاها تتكلم طول الحلقه عن كل الحاجات اللي هي جايباها. قولي لي بقى يا اسراء، تجربتك معاها كانت شكلها ايه؟ بصي هي موفره لنا اسعار وموفره لنا لبس، برضو كنا بنلف عشان نجيب اللبس دوت. فبرندات بصراحه، وانا ولادي فرقوا جدا في اللبس من بعد مدام سمر. ولا بصراحه اللبس جميل عند مدام سمر، الخامه حلوه، بعدين انت مغسلتيها وكده كانت برضو ما اتغيرتش. الخامه جميله جدا، مش بيوبر، الحاجه حاجه كويسه جدا، وبراندات كويسه. كفايه ان انا اولادي بيلبسوا براندات واسعارها كويسه. طيب كويس كويس، احنا كمان هنلبس النهارده عندي استاذه سمر. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. حبيبه قلبي سموره، قولي لي الجواكت دي بقى هي عامله ترند. اكيد. كل ما اشوف حد الاقيه لابسها، بس انا حاسه ان الماتيريال بتاعها مختلف عن البامب اللي انا بشوفه. تحس البامب اللي انا بمسكه، البامب بتاعه خشن. بيشرب او بيبان فيه على طول اختلاف الالوان او كده، بس ده يعني انا شايفاه غيرهم خالص يعني. طبعا بصي لان هو الشكل اكيد. اكيد، ما هو انت جايبه حاجه براند توكيل يعني. والا ما كانش هيبقى سعره عالي كده. وبعدين ده براند اوروبي، يعني حاجه اوريجينال. انت لابسه قطعه اوريجينال، مش مضروبه، مش هاي كوبي. بس انا عايزه اوري بس فده بيفرق ان هي كمان. بصوا الشكل لا يعني تفاصيله تجنن. تفاصيله رهيبه يعني جداً. انا شايفاه ما شاء الله جميل جدا. وكمان اللي هو الستايل الطويل ده ترند قوي، حتى الكابتشو بتاعه ما شاء الله. لا الشغل جميل قوي قوي. وفي منه الوان عندي، في منه اللون الاسود وفي الزيتي. طيب ده بقى الواو، ده بقى يتلبس. يتلبس ده الفرو اللي بيتلبس على الدريسز اللي هي بتاعه السهره. تمام. عشان كده هو بيجي قصير شويه كده، بيتلبس على الدريس السهرة. انا عايزه اقول لكم، بصي هو طحفة. فرو فعلا، بس تحس ان هو مش الفرو التقيل اللي وانت بتلبسيه بيهمدك اصلا. لا الفرو بتاعه ناعم جدا وطري، وتحسي وخفيف جدا. ده برضو الحاجات الاوفر سايز اللي هي دي ترندي جدا برضو. كمان الالوان بتاعته اللي هو الابيض في الاسود، طالع موضه جدا. اللي هو المكس بين الابيض والاسود ده ترندي جدا، دي موضه 2024. تمام تمام. قولي ده بقى يتلبس ازاي؟
يعني على ايه؟ ممكن يتلبس على بنطلون اللي هو الوايد ليج، يتلبس يعني بكذا شكل، بس هو اكتر حاجه ليه عليها البناطيل اللي هي الوايد ليج، تبقى حلوه قوي قوي معاها. ممكن في ناس بتحب تلبس تحت هيقول، او حتى ممكن لو لبستي تحتيه قطعه خفيفه هو لوحده بيدفي، ان هو من جوه متبطن فايبر فتقيل جدا. يا جماعه بصوا يا جماعه الستايل بتاعه ما شاء الله. لا جميل، لا جميل، الحاجه جميله صراحه. في ناس كمان بتحب تلبس سكيرت، فده ممكن يجي على سكيرتات اللي هي السكيرتات اللي هي ممكن البليسي او الجينز او يعني ايا كان يعني. اكيد اكيد طبعا. طيب قولي لي ايه الجديد اللي حضرتك حابه تعمليه في البراند بتاعك؟ عايزه تعملي ايه؟ انا عايزه اعمل حاجات كتير قوي يعني. انا عندي طموح لحاجات كتير جدا. اولا نفسي قوي اكبر المشروع بتاعي وافتح فروع تانية، ونفسي اعمل حاجات كتيرة قوي، ونفسي يعني اكبر الدنيا يعني. يبقى انا ليا براند عالم ليا لوحدي. اكيد طبعا حابه المجال، فعايزه تعملي فيه حاجات حلوه وكويسه. طبعا. طيب اكيد في فريق عمل بيساعد حضرتك. طبعا. طيب انا بقى عايزه اعرف انت اخترتيه ازاي، لان فريق العمل ده هو الواجهه بتاعت حضرتك. اكيد. فاخترتيهم ازاي؟ هو انا في الاول بصراحه تعبت شويه لغايه ما ربنا وفقني في طبعا من اول البنوته الجميله سلمى اللي شغاله معايا، هي اللي بتنسق لي كل حاجه وبتجهز لي اللبس، لان انا مش طول الوقت ببقى موجوده. تمام. فهي موجوده كاني انا موجوده بالظبط. فهي بصراحه شايله عني حاجات كتير قوي، وكمان موضوع البيع فهي اللي متوليه الكلام ده كمان. الناس اللي ماسكه لي الصفحه اللي بتعمل لي شغل التسويق اكيد استاذ احمد حسيب. كمان الناس اللي بتوصل لي الاوردرات بتاعتي الشحن. فالحمد لله يعني. لما نيجي بقى نتكلم على الاوردرات الشحن، ازاي بقى بيبقى في اوردر خارجي بره المحافظه بيتوصلي ازاي، او بيعرف الموديل اللي هو عايزه هل هو مقاسه ولا لا ازاي؟ طيب. اولا انا لما باجي اعرض القطعه لازم اكون واخده المقاسات بالظبط بالسنتي من العرض، من عند الكتف من تحت الباط والطول، باخد المقاسات بالظبط، وبعدين انا بكون عارضه الموديل، بيشوفه مبدئيا العميل بيبدا يسالني عن المقاسات بتاعته. تمام. لو المقاسات مظبوطه ببدا ابعته له شحن بقى. طبعا شركات الشحن بتوصل لاي مكان، فمبقاش في مشكله في حته التوصيل دي. طيب قولي لي بقى في نقطه مهمه برضو عايزه اتكلم عليها. بداتي تفتحي البراند بتاعك وبدا يسمع، بس اكيد في مشكله واجهتك في البدايه، انت عارفه اي مشاكل. بص مشاكل. طيب قولي لي بقى ايه اللي وقفك وخلاكي اللي انت للحظه ما تقفي؟ اكتر مشكله، اكتر مشكله واصعب مشكله ان انا بدات مشروعي في مدينه جديده. طبعا في المدن الجديده بيبقى الاقبال على الشراء مش زي قلب القاهره. طبعا اكيد. فبعد المكان ده كان عامل لي مشكله كبيره، ان انا عايزه اتعرف، عايزه اوصل المنتج بتاعي لاكبر عدد من العملاء. والحمد لله انا حليت الموضوع ده بان انا عملت، كنت بعمل لايفات كتير. عملت لايفات وبدات ان انا اعمل موضوع الشحن الاونلاين ده برضو وصلني الناس كتير. والحمد لله بقى عندي قاعده عملاء كبيره، يعني انا عندي ناس كتير بتجيلي من زايد ومن اكتوبر ومن محافظات. في ناس بتجيلي من اسكندريه. أكيد. من المنوفيه. فدي حاجه حلوه. تاني حاجه التسعير، ان انا في الاول ان انا ازاي اسعر، ازاي اسوق، ازاي اطلع القطعه بالسيريال نمبر عشان اعرضها بشكل حلو على السايد. تمام تمام. طيب قبل ما اختم الحلقه بتاعتي تحب تقولي كلمه بشكرك لمين؟ اكيد طبعا ربنا سبحانه. أكيد. وتعالى ليه فضل عليا كبير جدا. ثم زوجي اللي هو بيدعمني ماديا معنويا بصراحه. هو معظم الوقت بصراحه بيكون شايل الشغل معايا. يعني حتى بيجي اوقات عليا ببقى لا مش قادره اكمل بيت، لا هو بيشجعني لا كملي، لا هتقدري انت شاطره. كمان عندي اختي انا باخد رايها في كل حاجه، فهي كمان ذوقها حلو وبتقولي كملي في ده او
تبعدي عن ده كده يعني. تمام. انا بشكرك استاذ سمر بجد، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. عايزه اقول لكم كمان استاذ سمر ان شاء الله قريب جدا ليها حلقه معانا، هنتكلم باوسع عن شغلها، وهيبقى في كمان عروض كتيره ان شاء الله. استنونا هعلن على الصفحه بتاعتي امتى هتكون استاذ سمر معانا، وان شاء الله نعمل حلقه قويه ان شاء الله. بشكرك حبيبتي، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا حلقات جايه كتير مع هندي شاهين.